السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله توكلنا على الله. هنبدأ في المحاضرة الرابعة اللي هي العلاقة ما بين الكي سي والكي بي. بس قبل ما نبدأ، آية الكرسي، سورة الإخلاص، مواظ. بسم الله. عندنا اول حاجه عايزين نعرف هو ايه الكي سي والكي بي. الكي سي كنا اتكلمنا عليه في المحاضره اللي قبل كده في نفس الشابتر دوت اللي هو بتاع الايكوليبريم كونستانت، تمام. فاصلا الكي سي هو عباره عن ايه؟ من اسم الشابتر هو الايكوليبريم كونستانت، ثابت الاتزان. طيب ايه الفرق ما بين الكي سي والكي بي؟ الفرق ما بينهم ان الكي سي هو عباره، هما الاثنين يعتبروا ايكوليبريم كونستانت، ثابت الاتزان، بس الفرق ان انا بعوض في القانون بتاع الكي سي بالكونسنتريشن، التركيز، اما في الكي بي بعوض بايه؟ بالبريشر. يعني احنا لو اخذنا بالنا تحت هنا هنلاقي الكيو سي طبعا دوت هو نفس الكي سي، بس الفرق طبعا كنا وضحناه قبل كده ان الكيو سي دوت اقدر احسبه في اي وقت، لكن الكي سي لازم في حاله الايكوليبريم فقط. فالمهم لو لاحظنا ان هنلاقي هنا عوضنا بالتركيزات، لكن هنا عوضنا ايه؟ بالبريشر، بالضغط بتاع كل ايه؟ بتاع كل عنصر او كل جزيء. تمام، ديت اول جزئيه. تاني حاجه طبعا الملحوظه ديت يعتبر هي نفس اللي احنا قلناه فوق، ان الكي بي دوت بعوض بالغازات فقط، تمام. بعوض بالغازات فقط، لكن هنا بعوض بالنسبه للكي سي بعوض باي حاجه ما عدا البيور ليكويد والبيور سوليد. لو لاحظنا هنلاقي ان الملخص بتاع الكلام ده كله ان احنا بنعوض بالغازات فقط، بس لازم نكون عارفين الموضوع دوت، ان هنا مهما كان بالنسبه للكي بي مهما كان لازم اعوض بالغازات فقط، لكن هنا في حاله ان انا لو لقيت ليكويد او سوليد مش بيور، نون بيور، ساعتها اقدر اعوض عنه. لكن احنا اصلا في المسائل بتجيلنا عامه بتجيلنا ايه؟ بيبقوا بيور دايما. فعامه الملخص بتاع الكلام ده كله ان احنا في الكي بي والكي سي هنعوض عن الجازز فقط، تمام. بعد كده طبعا هم عملوا علاقه ما بين الكي سي والكي بي، تمام. الاسباب بتاع القانون دوت مش علينا، بس هو علينا بس ايه؟ القانون النهائي اللي هو الجنرال فورمولا، ان الكي بي تمام هتساوي كي سي في ار تي اس دلتا ان، تمام. ممكن مثلا ناخد بس ايه لمحه عن الموضوع، ان احنا عندنا القانون الكي سي بيساوي طبعا التركيز، تمام. التركيز بتاع النواتج على تركيز المتفاعلات مرفوع الاس طبعا المولات. وعندنا لازم نعرف برضو ان في قانون قديم للكونسنتريشن هو عباره عن ان عدد المولات على الحجم، تمام. وبيقول لك ان انت في عندك برضو قانون تاني اسمه البي في، قانون اللي هو الضغط اللي احنا كنا خدناه في الترم الاولاني، ان البي في بتساوي ان ار تي. فهو ربط لك ما بين كل الحاجات ديت مع بعضها، فجي في الاخر قال لك ان البي البي على ار تي هيساوي الان في، تمام. فبعد كده طبعا احنا لو واخدين بالكم ان احنا هنا بنتكلم على ايه؟ على كونسنتريشن. فجالك هنا قال لك ان الكيو سي هنعوض بقى ايه؟ بالان على في اللي احنا كنا لسه قايلين ورا. بعد كده قال لك ايه؟ مش احنا لسه قايلين من شويه ان الان على الفي بيساوي البي على الار تي؟ فقال لنا ايه؟ نشيل الان على الفي ديت ونعوض بايه؟ بي على ار تي، وهكذا وهكذا. طبعا كلام كتير بقى وكلام طويل، تمام، لحد ما وصلنا للاخر. طبعا طيرنا الكلام دوت مع بعضه، يعني ايه؟ خبينا دوت وبقينا شغالين مع دوت الاول، تمام. بعد ما كتبنا كل حاجه قمنا مطيرين الار تي تربيع مع الار تي تربيع من هنا، تمام، ووصلنا ايه للشكل دوت. فقلنا ان في الاخر، تمام، بعد الرغي كل دوت، بعد الكلام ده كله، وصلنا في الاخر للجنرال فورمولا ان ايه؟ الكي بي هيساوي كي سي في ار تي اس دلتا ان، تمام. طيب نفسر كل حاجه. الكي سي طبعا والكي بي لسه معرفينهم شويه. ايه هو الار دوت؟ الار دوت هو عبارة عن ثابت الغازات اللي احنا كنا اخدناه في الترم الاول، وطبعا هو بيساوي 0.0821 اللي هو بمعنى اصح 821 من 10,000، تمام. لازم علشان استخدم او عوض بالرقم دوت لازم نكون في الظروف الاتية: لازم نكون الضغط يكون بالاي تي ام، ولازم يكون الحجم باللتر، ولازم يكون طبعا العدد المولات بالمول، ولازم يكون درجه الحراره بالكلفن. في هذه الظروف، تمام، وباليونتات ديت ساعتها اقدر اعوض ايه عن. طيب
يعني ايه بقى؟ طيب الدلتا ان، الدلتا ان ديت هي عبارة عن ايه؟ الفرق، الفرق ما بين ايه؟ عدد مولات النواتج ناقص عدد مولات المتفاعلات. بس لازم ناخد بالنا من حاجة، ان احنا هنا ايه؟ بنتكلم عن الغازات، يعني النواتج ديت تبقى غازات بس، ما ينفعش ما ينفعش اجيب عدد مولات سوليد ولا ليكويد. والرياكتنت لازم تكون ايه؟ جازز، ما ينفعش اجيب ولا سوليد ولا ليكويد. فهنا بعوض بعدد مولات النواتج بتاعه الغازات، وهنا عدد مولات المتفاعلات بتاعه الغازات. تمام. بعد كده بيقول لك ايه؟ لازم نفتكر الموضوع دوت كويس، ان انت عندك الكي بي والكي سي بيتاثروا ايه؟ بدرجه الحراره. تمام. في ملحوظه فوقيها بيقول لك امتى الكي بي هتساوي الكي سي، يعني والسؤال دوت بيجي كتير يعني وموجود في الكتاب، امتى الكي بي هتساوي الكي سي؟ لما يكون الدلتا ان، تمام، ناتج الفرق دوت، ناتج الفرق اللي احنا لسه متكلمين عنه من شويه دوت، بيساوي ايه؟ صفر. لو لقينا ان الدلتا ان بتساوي صفر نيجي نعوض، هنا هيبقى صفر، اي حاجه اس صفر بواحد، فيبقى عندنا الناتج دوت بواحد، واحد في الكي سي لكي سي، فيبقى الكي بي هتساوي الكي سي. بس بعد كده نخش على الجزئيه الثانيه بقى، اللي هي جزئيه مهمه جدا جدا جدا، وبتيجي في امتحانات كتير، وبتيجي برده موجوده في الكتاب، لقيناها في الكتاب. بيقول لك ازاي تقدر تتنبأ بسير التفاعل. طبعا في اكثر من طريقه تتنبأ بيها بسير التفاعل، وفي عندنا من امثله الحاجات ديت لوشاتيليه والكلام دوت، تمام. بس عندنا هنا في طريقه ثانيه من طرق، في طريقه ثانيه من طرق ان احنا نتنبأ بسير التفاعل، ان انت تجيب العلاقه ما بين الكيو والكي، تشوف علاقه ما بين الكيو والكي. وكنا قلنا ان الكيو ديت هي عباره عن الكي بس، او بمعنى اصح نقولها بشكل تاني، الكيو ديت هي عباره عن النسبه ما بين تركيزات النواتج على تركيزات المتفاعلات مرفوعه لاس المولات، تمام، في اي وقت، يعني اعوض بالقانون دوت في اي وقت. لكن الكي هي عباره عن نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه، بس في حاله الاكوليبريم فقط. تمام. تعال نشوف الحالات. عندنا ايه؟ ثلاث حالات. اول حاله ان احنا نلاقي ان الكي سي اكبر من الكيو سي، ده معناها ايه؟ ده معناها ان احنا حاليا التفاعل لسه ما وصلش للاكوليبريم. ليه لسه ما وصلش للاكوليبريم؟ علشان الكيو سي لسه صغيره، لسه الكيو سي ما وصلتش لحاله الكي سي. ما الكي سي ديت امتى؟ الكي سي ديت لما بنكون في الاكوليبريم. اول ما نوصل للاكوليبريم يبقى ساعتها لما نيجي نعوض بتركيزات النواتج على تركيزات المتفاعلات، ساعتها نقدر نقول كده ان الناتج اللي هيطلع دوت اسمه كي سي، اسمه ثابت الاتزان، اكوليبريم كونستانت. تمام. لكن لو احنا في اي وقت تاني غير الاتزان، يبقى ساعتها في الحاله ديت هنقول عليه كيو سي. تمام. فده معناها لما تكون الكيو سي اصغر من الكي سي، ده معناها ان احنا لسه ايه؟ ما وصلناش لحاله الاتزان، ولسه الرياكتنت، لسه الرياكتنت بتتفاعل وماشيه ايه؟ ناحيه البرودكت، لا ماشيه ايه؟ فورورد. طيب لو لقينا ان الكيو سي هي اللي اكبر من الكي سي، ده معناه ان احنا وصلنا للاكوليبريم وحصل خلل، حصل ديستربنس يعني خلل، تمام، وادى الى زياده البرودكت، فالبرودكت ايه؟ زادت. فساعتها في الحاله ديت الكيو سي بقت اكبر من الكي سي. فاهمين الجزئيه ديت؟ تعالوا نوضحها تاني. عندك الكيو سي اكبر من الكي سي، ده معناه ايه؟ ده معناه ان البرودكت في حاله الاكوليبريم اصغر من البرودكت في الوضع اللي احنا فيه حاليا. ده معناه ان البرودكت، النواتج في وضع الاكوليبريم اللي احنا اللي هو وضع الاتزان بتاع التفاعل دوت، اصغر من الايه؟ من النواتج، اصغر من كميه النواتج في الوضع اللي احنا فيه. تمام. فده ادى الى ايه؟ الى ان الكيو سي هتبقى ايه؟ اكبر من الكي سي. فساعتها التفاعل هيمشي ريفرسبل، هيمشي عكسي علشان يعوض هذا الخلل ويعوض هذا ايه؟ المشكله اللي حصلت في التفاعل ده. وطبعا الحاله الثالثه بقى اللي هي حاله الاكوليبريم، ان الكيو سي هتساوي الكي سي، فساعتها في الحاله ديت مش هيحصل اي حاجه، ولا يمشي فورورد ولا يمشي
ريفرسبل التفاعل هيفضل ثابت. طبعا انا بعتذر بس عشان ايه الجزئيه دي ما كانتش باينه، بس يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوا يعني. المهم طبعا وصلنا للجزئيه ديت وقلنا ان احنا اول ما بنوصل لحاله الاتزان التركيزات بتاعه النواتج والمتفاعلات بتفضل ايه ثابته وما بتتغيرش. حلو. طيب اللي احنا قايلينه من شويه دوت الكيو سي اكبر من الكي سي بيقول عكس الكلام دوت، بيقول ان النواتج التركيزات بتاعتها اتغيرت وزادت. طب يعني ايه الكلام دوت بقى؟ الكلام دوت زي ما احنا كنا برضو فصلنا قلنا ان هنا حصل ديستربنس، حصل خلل في التفاعل. مثلا واحد مثلا والتفاعل شغال ووصل الاتزان خلاص، جه في دماغه ان هو ايه يقوم جاي مزود نواتج، دماغه لاسعه شويه فقام جاي ايه مزود نواتج. فلما زود نواتج ساعتها في الحاله ديت ايه البرودكت تمام زادت كميتها عن حاله الايكوليبريم. هي في حاله الايكوليبريم مثلا كانت ايه، كانت مثلا ايه 2 مولر، هو جه قام حط ايه مثلا 1 مولر او 2 مولر كمان، فبقت ايه زياده زادت عن حاله الايكوليبريم. بس فهو دوت يعتبر ايه اللي احنا بنتكلم عليه في الجزئيه ديت. تمام. بعد كده فبيقول لك طبعا ان هو بيمشي في حاله الاتجاه العكس الريفرسبل عشان ايه يدينا رياكتان تاني ويوصل لحاله الاتزان مره تانية. اللي بيحصل التغير الوحيد اللي بيحصل هنا بيحصل في الكونسنتريشن، لكن الكي بتفضل ثابته، بتفضل ثابته زي ما هي. ليه بتفضل ثابته؟ مع البرودكت بترجع بتدينا ايه رياكتان تاني بحيث ان ايه النسبه تفضل ايه ثابته ما بينهم هما الاثنين. تمام. بعد كده هنقوم بيقول لك هنا ايه، يوجد ثلاث شروط تدل على ان التفاعل ده في حاله الايكوليبريم. ايه هي الحالات او ايه هي الحاجات اللي انا لما اشوفها مثلا في المعادله تمام وهو ما قاليش ان التفاعل ده في حاله الايكوليبريم اعرف ان هو في حاله الايكوليبريم؟ في عندنا ثلاث حاجات. اول حاجه ان انا الاقي ان الرياكتانت والبرودكت لو مثلا مديني جدول والجدول دوت لقيت فيه ان الرياكتانت والبرودكت التركيزات بتاعتهم ما اتغيرتش، اعرف ان من اللحظه دي التفاعل ايه في حاله الايكوليبريم. طيب تمام. دي تاني حاجه، ان انا لو لقيت الريت فورورد بيساوي الريت ريفرسبل، سرعه تفاعل او بمعنى صح سرعه تكوين البرودكت بتساوي سرعه تكوين الرياكتنت، تمام، ساعتها في الحاله ديت اقدر اقول برضو ان التفاعل في حاله الكوليبريم. طيب لو لقيت ان الكيو بتساوي الكي، ده طبعا اللي احنا كنا عاملين نندح في صوتنا من شويه، برضو يبقى دوت في حاله ايه الكوليبريم. تمام. بالنسبه لانواع المسائل هنخليها في اخر الفيديو تمام، بحيث ان احنا ايه نكون جمعنا ليها اسئله ونوضحها ان شاء الله كلها. تمام. بعد كده بقى دلوقتي نخش ايه لجزئيه لوشاتيلي تمام، او قاعده لوشاتيلي. بيقول لك التفاعل الموجود في حاله اتزان هيحصل له ديستربنس. تمام. لو اي حاجه حصلت ادت الى تغير التفاعل، حصل خلل يعني بمعنى اصح في التفاعل، زي مثلا عملنا تغير في التركيزات او عملنا مثلا تغير في الضغط بالنسبه للغازات او حصل تغير في درجه الحراره، اي حاجه من التغيرات ديت حصلت ساعتها ده معناه ان حصل ديستربنس، ساعتها التفاعل هيبدا يمشي عكس الديستربنس دوت، هيمشي بحيث ان هو يخلي التفاعل في وضع الاتزان، يرجع نفسه بمعنى اصح لحاله الاتزان تاني، ما يتغيرش. تمام. يعني مثلا لو ايه التفاعل زود، لو انا مثلا ايه زودت الرياكتنت، التفاعل هيقول لي لا 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 سيبك من الرياكتنت ديت، خليها برودكت تاني، هنرجعها برودكت. قللت من الرياكتنت، لا 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 هات من البرودكت ديت بقى وخليها ايه رياكتنت. هو ايه دماغه كده، كيفه كده، لا انا مش هينفع، انا هفضل همشي بمزاج، انا ماليش دعوه بيك. تمام. فبيقول لك هنا لو اثرنا على 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 النظام بستريس او بحاجه تغير منه، لا هو هيمشي عكس الكلام اللي احنا ايه بنقول. تمام. طبعا هو هنا بيقول لنا خلي بالك انك بعد ما توصل للايكوليبريم، اول ما نوصل لحاله الايكوليبريم زي ما احنا كنا لسه قايلين من شويه، مش هيحصل تغير لقيمه الكي، ولكن اللي هيتغير بس هو التركيز بتاع البرودكت والرياكتنت. تمام. طبعا احنا قلنا مثلا لو انا زودت برودكت تمام، يبقى انا في كده كميه مواد زادت. البرودكت بقى هيعمل ايه، او بمعنى اصح التفاعل هيعمل ايه؟ لا هياخد جزء من البرودكت دوت ويحوله ايه لرياكتنت عشان يحافظ على النسبه
ما بين البرودكت والرياكتنت يخليها هي هي نفس النسبه تمام، و ويخلي الناتج طبعا اللي هو كي ثابت. بمعنى اصح مثلا لو قلنا ايه ان انا كان عندي التفاعل مثلا ثلاث مولات من البرودكت على 2 مول من الرياكتنت، انا زودت 3 مولات تاني، انا قمت عامل ايه مزود 3 مولات زياده من البرودكت، فبقى عندي ايه دلوقتي 6 مول من البرودكت. فساعتها ايه اللي هيحصل؟ التفاعل بقى البرودكت ديت هتقعد تقل 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 لحد ما تدينا رياكتنت كام؟ 4. فلو جينا قلنا كده حسبناها تمام 3 على 2 هتلاقيها هي هي النسبه بتاعت كام؟ 6 على 4. تمام، نكمل بقى الجزئيه ديت. فعندنا طبعا بقى مثال على موضوع تاثير لوشاتيليه. اولا بس نوضح حاجه، الجزئيه ديت دي كده غلط، اللي كان مكتوب الاول هو اللي صح، المفروض ايه ديكريز تمام، وهنا زي ما كانت الاول هتبقى انكريز. تمام، الكلام ده بيقول ايه؟ اول حاجه عندنا المعادله ديت PCl3 زائد Cl2 هيدينا PCl5 تمام. بيقول لك هنا على حسب كلام لوشاتيليه التغير اللي هيحصل التفاعل هيمشي عكسه. فانا لو زودت اي حاجه من المتفاعلات دولت، انا بزود المتفاعلات، لا انا مش همشي كده، انا مش هزوده، انا همشي عكس اللي انت بتقوله لي، انا هقلله وهكون ايه برودكت نواتج. طيب انا لو قللت نواتج، لو انا قللت ايه من نواتج ايه اللي هيحصل؟ لا انا ماليش دعوه باللي انت بتعمله دوت، لا انا همشي تاني ناحيه النواتج وهكون نواتج. هو دوت اللي مقصود هنا، هنمشي في اتجاه الفورورد. يبقى لو يعني ايه الحالات اللي هتخليني امشي في اتجاه الفورورد؟ لو زودت متفاعلات او قللت نواتج تمام. هنا بقى تحت عكس الكلام، همشي في اتجاه الريفرسبل. امتى التفاعل هيمشي في اتجاه الريفرسبل؟ في الاتجاه العكسي، لو قللت من المتفاعلات. انا مثلا قمت ايه جاي وغارف شويه كده من المتفاعلات وقمت ايه واخدهم، ساعتها في الحاله دي التفاعل هيقول لي لا ماليش دعوه باللي انت عملته دوت، انا هرجع تاني بحيث ان انا اخلي النسبه ما بينهم ثابته عشان ايه يدينا الكي يفضل ثابت تمام. طب انا لو قمت جاي مزود برودكت نواتج هيقول لي لا برضه ماليش دعوه باللي انت عملته دوت، انا هقلل النواتج ديت وهمشي ريفرسبل عشان ايه ازود نسبه الرياكتنت تاني واخلي النسبه ما بينهم ثابته تمام. فهي ديت الجزئيه بتاعت لوشاتيليه او مثال على الموضوع ده تمام. ننقل على الجزئيه اللي بعديها، بيقول لك في طبعا ملحوظه مهمه جدا، والملحوظه دي بتيجي دايما في الامتحانات وموجوده في الكتاب، موجوده يعني عليها اسئله كتير في الكتاب تمام. بسم الله، بيقول لك لو انت عملت اي ديستربنس، اي خلل في تركيز السوليد البيور والليكويد البيور، لو عملت فيهم اي ديستربنس مفيش حاجه هتحصل للتفاعل. يعني بمعنى اصح احنا قلنا فوق التفاعل ايه، اول ما يشوف مثلا زياده او نقصان تمام، حصل في التفاعل بالنسبه للغازات زياده او نقصان حصل في التفاعل، لا انا ماليش دعوه انا همشي عكسك تمام. لكن هنا لا، السوليد بقى والليكويد لا انا يعني ثابت وضعه، يعني ثابت وضعه بمعنى اصح تمام. التفاعل بيعمل نفسه ايه مش شايف يعني، وكانه منبنها بمعنى اصح يعني تمام. فاحنا عندنا المثال هنا مثلا السلفر تمام، لو عملنا له انكريز او عملنا له ديكريز مفيش حاجه هتحصل للتفاعل، والتفاعل لا يتاثر تمام. بيقول لك الموضوع دوت متعلق بقانون الكيو تمام، يعني معنى اصح اي حاجه اقدر اضيفها في الكيو هي ديت اللي هتاثر في التفاعل، او اقدر يعني اي حاجه اقدر اعوض بيها في قانون الكيو ساعتها في الحاله ديت ايه اقدر اعوض عنها، او اقدر اقول ان هي بتاثر في التفاعل. لكن انت عندك هنا احنا اصلا في الكيو سي القانون بتاعها ما بنعوضش ولا عن بيور سوليد ولا بنعوض عن بيور ليكويد، ففي الحاله ديت دولت اصلا مش هياثروا على التفاعل، مش هياثروا عليه باي حاجه تمام. بعد كده بقى عندنا عايزين نخش في حاجتين مهمين جدا، تاثير البريشر وتاثير التمبريتشر بعدين.
تمام. خلينا في الاول في تاثير البريشر. بيقول لك ان البريشر والفوليوم في علاقه ما بينهم علاقه عكسيه. يعني مثلا لو قلت لك انا ايه زودت بريشر، ده معناها ان انا ايه قللت الفوليوم. طب لو قلت ان انا ايه قللت البريشر، ده معناها ان انا زودت الفوليوم. ونفس الكلام لو قلت ان انا زودت فوليوم يبقى البريشر قل. طب لو انا ايه قللت الفوليوم يبقى البريشر ايه زاد، وهكذا. المهم عايز اتكلم في ايه بقى في الجزئيه ديت. اول حاجه البريشر علشان ياثر في التفاعل لازم يكون التفاعل دوت فيه غازات، غازات في النواتج وغازات في المتفاعلات. طيب ديت اول حاجه. تاني حاجه لازم يكون التفاعل دوت مجموع يعني لو انا مثلا عندي في المتفاعلات غازات وفي النواتج غازات، اجمع عدد المولات هنا وهنا لقيتهم بيساوي بعض، البريشر مش هيقدر ياثر، البريشر مش هيقدر ياثر على التفاعل دوت. يعني مثلا المثال دوت، هنا عندي 1 مول هيدروجين و1 مول ايودين، مجموعهم كام؟ 2 مول. هنا عندي 2 مول اتش اي، تمام. ففي الحاله ديت الاثنين عدد المولات اللي هنا بيساوي عدد المولات اللي هنا، يبقى في الحاله ديت البريشر مش هيأثر على التفاعل، تمام. لكن بالنسبه لهنا لا، لو جينا جمعنا عدد المولات اللي موجوده في المتفاعلات واللي في النواتج هنلاقي هنا في 2 مول وهنا 1 مول بس، ساعتها في الحاله ديت التفاعل البريشر هيأثر. طيب احنا عاملين نقول ان هو هيأثر والكلام دوت، طب هيأثر ازاي على التفاعل؟ هيأثر بايه بالظبط؟ اقول له ان انت عندك البريشر، لو زاد البريشر على التفاعل ساعتها التفاعل هيمشي ناحيه عدد المولات الاقل. يعني مثلا هنا التفاعل دوت لو زودت عليه البريشر ساعتها التفاعل هيروح ايه فورورد، هيمشي فورورد ناحيه تكوين البي سي ال 5. طيب لو قللت البريشر هيروح ناحيه ايه الرياكتنت، هيمشي يعني ايه بمعنى صح ريفرسبل. تعالوا نحسبها بالعقل كده، انا زودت البريشر يعني ايه قللت الحجم، زودت البريشر يعني قللت الحجم. لو جينا بقى يعني مثلا نحفظها بشكل حلو يعني بشكل شيك كده، زودت البريشر يعني قللت الحجم، يعني هروح للعدد الاقل للكميه الاقل، الحجم بمعنى اصح هيقل، عدد مولاتي هتقل، نحفظها كده. طب لو قللت البريشر ده معناها ان انا ايه زودت الحجم، البريشر الضغط بتاعي قل، فده معناها ايه ان انا ايه الحجم بتاعي ايه زايد يعني عن الاول، تمام. فده معناه ان انا ايه المساحه بتاعتي هتوسع شويه، هبقى عندي مساحه اكبر، فساعتها ايه اروح ناحيه ايه عدد المولات ايه الاكبر. فدي طريقه سهله يعني ان احنا ايه ممكن نحفظها بيها، تمام. نيجي بعد كده بقى عند الجزئيه الاهم اللي هو ايه اللي هيحصل للتفاعل لو غيرنا درجه الحراره. دوت بيقول لك ان ده بيعتمد على نوع التفاعل، التفاعل دوت طارد للحراره اكزوثيرميك ولا ماص للحراره اندوثيرميك. خلينا نبتدي بالاندوثيرميك. بيقول لك الاندوثيرميك دوت الرمز بتاعه، عشان طبعا هو هيجي لك بالرمز غالبا، هيجي لك بالرمز مش هيقول لك ان هو اندوثيرميك ولا الكلام دوت، فهيجي لك مثلا اندوثيرميك الرمز بتاعه دلتا اتش بتساوي موجب، يعني اي موجب كذا، او حتى لو جاب لك موجب بس من غير رقم اعرف ان هو دوت اندوثيرميك. ففي الحاله ديت عرفت ان انا ان عرفنا ان احنا نوع التفاعل اللي عندنا دوت اندوثيرميك، اعمل ايه؟ اعتبر ان انا عندي الحراره ديت تبع المتفاعلات، اعتبر ان هي في المتفاعلات، اعتبر ان هي متفاعل من المتفاعلات. طيب ساعتها في الحاله ديت اتعامل معاها ازاي؟ اتعامل معاها زي ما كنت بتعامل قبل كده. انا لو عندي حاجه في المتفاعلات زودتها همشي ناحيه الفورورد وهكون ايه برودكت، قللتها همشي ناحيه همشي ريفرسبل واروح ناحيه ايه الرياكتنت. فنفس الكلام، نفس الكلام اللي انا هعمله في موضوع الحراره، او نفس الكلام اللي انا هعمله في المتفاعلات العاديه هعمله ايه في موضوع الحراره. طيب وهنا برضو نفس الكلام في الاكزوثيرميك عكس اللي فوق. اول حاجه الرمز بتاعه دلتا اتش بتساوي سالب، سالب رقم او سالب بس، تمام. ودوت اعتبره يعني اعتبر هنا ان الحراره موجوده ضمن النواتج، احطها ضمن النواتج عندنا، تمام. وفي الحاله ديت برضو نفس الكلام هعملها وكانها ناتج من النواتج، تمام. تمام ده بالنسبه للجزئيه ديت. بيقول لك بقى في الحاله ديت احنا كنا ورا كنا بنأكد على موضوع الجاز والسوليد والليكويد جامد، عشان كنا بنقول ان احنا ايه بنعتمد على الجازات بس، ملناش دعوه بالبيور سوليد ولا بالبيور ليكويد، تمام. دولت لو حصل لهم اي ديستربنس
ساعتها التفاعل مش هيحصل له، مش هيتغير ولا هيتأثر. لكن هنا انا بعمل حرارة، بأثر بحرارة، فالحرارة اذا كان سوليد اذا كان ليكويد اذا كان جاز هيتغير. انا ما بقولش ان انا بغير في التركيز بتاعه، انا ما بقولش ان انا بغير في التركيز بتاعه. طب احنا ايه اللي خلانا ورا بنقول ان هو مش هيتأثر؟ اقول لك علشان انت عندك اصلا السوليد والليكويد التركيز بتاعهم هيفضل ثابت مهما كان، مهما غيرته التركيز بتاعهم هيفضل ثابت، تمام. لكن بالنسبه لل بالنسبه في حاله درجه الحراره طبعا هيتاثر التفاعل هيتاثر. فعشان كده بالنسبه اول ما اجيب سيره حراره مش ههتم بقى اذا كان عندي المتفاعلات جاز ولا سوليد ولا ليكويد، هيحصل ديستربنس مهما كان، تمام. بص هو يعني بالنسبه للجزئيه ديت فهي جزئيه يعتبر جزئيه اضافيه، تمام. ديت يعني مش علينا في المنهج، بس ممكن ايه اوضحها للناس اللي عايزه يعني تعرف ليه لو غيرت في السوليد والليكويد مش هيحصل ديستربنس. اول حاجه لازم نعرفها في مصطلحين عندنا، واحد اسمه كيميكال اكتيفيتي والتاني اسمه مولر دينستي. ايه هو الكيميكال اكتيفيتي؟ الكيميكال اكتيفيتي زي ما احنا شايفين هو بيقول لك ايه، هو عباره عن تركيز الماده تحت سبيسيفيك كونديشن، يعني تحت ظروف معينه ايا كانت الظروف هي ايه، مهما كانت الظروف اللي هي موجوده فيها، تمام. فهو بيقول لك ان هو بيساوي ايه كيميكال اكتيفيتي ده، الكيميكال اكتيفيتي دوت عباره عن ايه، تركيز الماده تحت ظروف معينه على تركيزها في الوقت او في الظروف الستاندرد. ايه الظروف الستاندرد؟ يعني درجه حراره 25 درجه سيليزيه و اي تي ام واحد اي تي ام او بريشر قصدي يعني واحد اي تي ام وهكذا، تمام. ده بالنسبه لموضوع الكيميكال اكتيفيتي، فهي عباره عن ايه، تركيز الماده في اي في اي ظروف على التركيز بتاعها في الحاله الكونديشن في الحاله الستاندرد قصدي، معلش. طيب بالنسبه بقى للمولر دينستي، ايه هو المولر دينستي دوت؟ المولر دينستي دوت عباره عن ايه او بيعرف لي ايه؟ بيعرف لي بيقول لي ان الماده، ان في مواد يعني ليها نفس التركيز، ما هي عباره عن ماده ليها نفس التركيز في الحالتين، في الحاله السبيسيفيك كونديشن والستاندرد كونديشن، يعني بمعنى اصح ما بتتغيرش، يعني بمعنى اصح السوليد والليكويد اللي احنا لسه قايلين عليهم. يعني ايه تاني نقولها تاني؟ المولر دينستي دوت هو عباره عن ايه، ماده ليها نفس التركيز في الحاله الستاندرد وفي الحاله السبيسيفيك كونديشن، اللي هو بمعنى اصح اي حاله، اي حاله، اي حاله هي موجوده عليها، تمام. اي ظروف، اي درجه حراره، اي اي تي ام، تمام. يعني نثبت كده ان احنا عندنا كده الحاله الستاندرد ديت اللي هي تمبريتشر 25 درجه سيليزيه والبريشر 1 اي تي ام وهكذا. طيب الحاله الثانيه بقى، الحاله الثانيه بقى اي درجه حراره، اي ايه، اي ضغط، تمام. فهو بيقول لك هنا ان المولر دينستي ديت هي عباره عن ماده في الحالتين دولت السبيسيفيك والستاندرد ليها نفس التركيز، التركيز بتاعها ما بيتغيرش. عشان كده بيقول لك ايه الكيميكال اكتيفيتي بتاعها بيساوي ايه، واحد. الكيميكال اكتيفيتي بتاعها ايه، بيساوي واحد. فانت لو واخد بالك هنا، لو جينا قلنا بقى طب ليه قلنا ان هي بتساوي واحد، ما انت عندك هنا اهو الكيميكال اكتيفيتي عباره عن ايه، الحاله السبيسيفيك على الحاله الستاندرد. فهنا طالما ديت هي ديت يبقى ساعتها ايه، هيطيروا مع بعض ويديك واحد. فعشان كده بمعنى اصح السوليد والليكويد ليهم نفس التركيز ما بيتغيرش، او بمعنى اصح ما بيأثروش زي ما احنا قلنا ايه، قلنا في الجزئيه بتاعتنا اللي على المنهج. عامه الجزئيه ديت مش علينا في المنهج، هي بس مجرد توضيح ليه السوليد والليكويد ما بيأثرش، تمام. عايزين تعرفوها اعرفوها، مش عايزين هي خلاص اصلا يعتبر معلومه يعني مش هنحفظها ولا هتجي لنا حاجه منها في الامتحان. وبس كده الحمد لله احنا كده تمام، يعني خلصنا جزئية الشرح وكده، نبدأ بقى نخش على جزئية المسائل بسم الله. تمام، واحنا عندنا دلوقتي اول مسألة بيقول لك calculating KC from concentration data. المهم في طبعا بيبقى في رغي كتير، المهم ان احنا نطلع بس من عليها البيانات. اول حاجة هنبقى محتاجينها بيقول لك عندك ايه، 2 لتر فلاسك. يبقى دوت ايه، تعرف من الاتنين لتر فلاسك ديت تعرف على طول دوت الحجم اللي عندك، الحجم اللي هيبقى فيه الجاز دوت او الماده ديت يعني، طبعا واكيد هتبقى ايه جاز عشان احنا بنتعامل مع الغازات، تمام. فاول حاجه نسجلها هنا من الجيفن ان هي ايه، 2 لتر ده الحجم. تاني حاجه بيقول لك ايه، with
اتنين من عشرة مول، اتنين من عشرة مول من الاتش اي. يبقى احنا عندنا كده عدد مولات الاتش اي اتنين، عدد مولات الاتش اي بتساوي ايه؟ اتنين مول. حلو جدا. بعد كده بيقول لك ايه؟ بعد كده بيقول لك ايه؟ خلى طبعا العالم دوت خلى التفاعل ان هو يستمر في درجة حرارة كام؟ 453 درجة سلزية. يبقى درجة الحرارة اللي احنا شغالين فيها 453 درجة سلزية. بعد كده بيقول لك اهو عندك التفاعل هو عبارة عن 2 HI طبعا جازز هيدينا H2 زائد I2، هو دوت التفاعل بتاعنا. بيقول لك بقى في حالة الإكوليبريم، في حالة الإكوليبريم ال HI تركيز ال HI بيساوي 0.078 من 1000 مولر. عايزك ايه؟ تحسب الكي سي. طيب احسب الكي سي ازاي؟ عامه اول حاجه عندك هنا تركيز الاتش اي في حاله الاكوليبريم، طبعا في حاله الاكوليبريم. طيب هنا دوت بيقول لك ان هو كان عدد مولات الاتش اي اللي العالم حطهم في الفلاسك كانوا كام؟ 2 مولر، وطبعا حجم الفلاسك 2 لتر. يبقى من هنا تقدر تحسب تركيز ال HI في الانيشال وهو لسه ما بدأناش تفاعل، قبل ما يبدأ تفاعل. فنقوم قايلين طبعا احنا عارفين ان التركيز هو عبارة عن ايه؟ عدد مولات على لتر. فهنقول ان هو عدد المولات بتاعه معلش 2 ايه؟ 2 من 10. فهيبقى 2 من 10 على 2 لتر. 2 من 10 على 2 لتر هيديك كام؟ 1 من 10 مولر. يبقى التركيز بتاعنا كام؟ 1 من 10 مولر. تمام. طبعا انتوا الاصفار ديت عايزين تضيفوها تضيفوها، مش عايزين تضيفوها عادي. طبعا احنا انا بضيفها بس على حسب الترم الاولاني يعني وكده. فالمهم 1 من 10 ايه؟ مولر. تمام. بعد كده خلاص احنا حسبنا ايه؟ الانيشال، واحنا معانا ايه؟ التركيز بتاعه في الاكوليبريم. نبدا بقى نخش في الخطوات. اول خطوه عامه المسائل اللي من النوع دوت بنستخدم فيها جدول، فيها جدول. الجدول دوت بنحط فيه التركيزات اول حاجه هنا التركيزات، وبنحط هنا عندنا المعادله اتش اي تمام 2 اتش اي هيدينا اتش 2 زائد اي 2. فبنكتب هنا التركيزات. اول حاجه عايزين التركيزات بتاعت العناصر ديت في حاله الانيشال. بعد كده عايزين نعرف ايه التغير اللي حصل عليهم. لما اعرف تركيزهم الطبيعي والبداية كان كام، واعرف التغير اللي حصل عليهم كان كام، هقدر احسب كميتهم تمام في الاكوليبريم. ولما احسب كميتهم في الاكوليبريم ساعتها في الحالة دي تقدر احسب ايه؟ الكي سي بالطريقة بتاعتنا الطبيعية. فعندنا بسم الله نبدأ. عندك اول حاجة ال HI كان الانيشال اسمه ده الانيشال بتاعه كام؟ لسه حاسبينه من شوية، 1 من 10 مولا. تمام. وعندك هنا طبعا ده طالما احنا بنتكلم عن الانيشال يبقى ايه؟ النواتج لسه بزيرو وهنا زيرو. حلو. التشينج التغير، التغير هيحصل عليه اسمه ده التغير، مقدار التغير هيبقى بكام؟ نرمز له بالرمز اكس. بس هنا في حاجه، احنا عندنا هنا 2 مول مش مول واحد، فساعتها هنقول ايه؟ سالب 2 اكس. طب ليه السالب؟ عشان طبعا دوت متفاعلات، المتفاعلات بتقل فهنحط سالب. طب هنا طبعا احنا قلنا هنعبر عن التغير باكس، فهنا هنحط اكس ولا 2 اكس؟ ايوه اكس. ليه اكس؟ عشان عندك ايه؟ 1 مول. وهنا برده نفس الكلام 1 مول، فهنعبر عنه باكس. طيب موجب ولسالب؟ موجب طبعا، عشان هنا ايه؟ ده برودكت والبرودكت بيزيد. تمام. ده بالنسبه للتغير. خلاص احنا معانا الانيشال ومعانا ايه؟ التشنج اللي حصل. اقدر احسب الاكوليبريم؟ اه. نطرح الاثنين من بعض على حسب، او بمعنى اصح نجمعهم كلهم مع بعض، فيبقى جمع دولت هيبقى عباره عن طرح 1 من 10 ناقص 2 اكس، وهنا جمعهم هيبقى موجب اكس موجب اكس. يبقى ديت التركيزات في حاله الاكوليبريم. طب ثواني، انا معايا دلوقتي 1 من 10 ناقص 2 اكس، ده تركيز بتاع الاتش اي في الاكوليبريم، وهو اصلا مديني التركيز بتاع الاتش اي في الاكوليبريم فوق. يبقى ساعتها تعالى بقى ايه نساوي دوت بدوت عشان نقدر نحسب ايه الاكس دوت بكام. فساعتها هنقول ان ال 1 من 10 ناقص 2 اكس هيساوي 78 من 1000
تمام، نقوم موديين الواحد من عشرة ديت هناك بعكس الإشارة، فيبقى عندك سالب اتنين إكس هتساوي الرقم دوت ناقص واحد من عشرة ناقص واحد من عشرة، هيدينا طبعا الرقم دوت بالسالب، فالسالب هنا هيتم مع السالب هنا، فيبقى مدينا في الآخر 22 ايه من 1000. على 2 على 2 يبقى الاكس طلع بكام؟ الاكس طلعت ب 11 من 1000. 11 من 1000 دوت ايه؟ دوت كده قيمه الاكس. طيب احنا دلوقتي بقى معانا ايه؟ قيمه الاكس، بمعنى اصح معانا ايه؟ التركيزات. تعالى بقى نحسب الكي سي. الكي سي هي عباره عن نواتج على متفاعلات، نواتج على متفاعلات، مرفوع الاس طبعا ايه؟ للمولات. فعندك هنا التركيز بتاع ال H2 هيبقى عبارة عن 11 من 1000، وطبعا برضو نفس الكلام ال I2 هيبقى برضو ايه 11 من 1000. فحصل ضربهم بمعنى اصح انهم ايه حاطين تربيع يعني بدل ما تضربهم في بعض والكلام دوت. تمام، بعد كده عندنا هنا ال HI. ال HI بقى هنحسبها ازاي؟ هنقوم قايلين 1 من 10 ناقص 2 في الرقم دوت، 1 من 10 ناقص 2 في، تمام، هيطلع معانا الرقم دوت اللي هو اصلا صح، معلش هو اصلا الرقم دوت كان معانا، معلش هو الرقم اصلا كان معانا، فهيديك في الاخر اهو الرقم دوت تربيع. فنقوم جايين حاسبين الكيسي ايه هيطلع معانا ناتج في الاخر 1 من 100، او بمعنى اصح نقربها هنقول هيطلع معانا 2 من 100، ودوت ناتج ايه الكي سي معانا. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. تمام، دوت اول نوع، دوت اول نوع من المسائل عندنا، حلو، اللي هو بمعنى اصح بستخدم فيه التركيزات علشان احسب الكي سي. النوع الثاني هو عباره عن ايه بقى؟ النوع الثاني عباره عن ان انا بعمل العكس، معايا الكي سي وبحسب منها ايه التركيزات، معايا الكي سي وبحسب منها التركيزات. طبعا برضو زي يعني نفس الكلام اللي فات، في رغي كتير، تمام، فبدل ما نضيع في وقتنا نقوم ايه واخدين بس الجزئيات المهمه. بيقول لك ان انت عندك 250 مول من السي او، يبقى اول حاجه كده طيب معانا ايه 250 مول من السي او، يبقى الان للسي او، الان للسي او هتساوي 250 مول. طيب وبالنسبه برضو بيقول لك ان انت معاك 250 طبعا برضو من 1000 مول من ال H2O، يبقى هما ليهم نفس ايه عدد المولات. حلو جدا، يبقى غالبا هيبقى ليهم نفس التركيز. وبيقول لك ان هما محطوطين في فلاسك، تمام، الفلاسك دوت الحجم بتاعه 125 ملي لتر، يعني بمعنى اصح هيبقى 125 من 1000 لتر، يبقى الحجم عندنا هيساوي 125 من 1000 لتر. حلو جدا. طيب اول ما اشوف عدد مولات وحجم، ونفس الكلام برضو في اللي فاتت، كنا اول ما شفنا عدد مولات وحجم احسب التركيز على طول، اول حاجه اعملها لقينا عدد مولات لقينا حجم على طول قوم اجري واحسب ايه عدد ايه، احسب التركيزات بتاعت كل واحد فيهم. فعندنا هنا كده اصلا هما الاثنين ليهم نفس العدد المولات، فهنقوم قايلين كده ان التركيز بتاع ال H2O هيساوي التركيز بتاع ال CO هيساوي كام؟ عدد مولات على الحجم، 250 على 125، تمام، هيساوي كام؟ هيساوي 2، تمام، وحسبنا كده ايه التركيز 2 مولر بتاع كل واحد فيهم. يبقى احنا دلوقتي معانا ايه التركيز بتاعهم الانيشيال دوت كده ال
initial. طيب احنا عايزين نحسب ايه؟ بيقول لك ان احنا بنستخدم الكيسي عشان احسب الكوانتيتيز. ف نمشي برضو نفس الكلام واحده واحده وهنفهم الموضوع. برضو نعمل ايه؟ جدول زي ما عملنا المره اللي فاتت. معنا دلوقتي التركيزات في الانيشال، هنبقى محتاجين ان احنا نحسب ايه؟ الايكوليبريم، هو ده اصلا اللي احنا عايزينه. فالتركيزات ونكتب المعادله عندنا هي عباره عن CO زائد H2O هيدينا CO2 زائد H2. حلو جدا. وطبعا كل دوت جازز، اهم حاجه لازم نعرف ان كل دوت اصلا جازز. حلو جدا. عندنا اول حاجه التركيزات الانيشال للتشينج اللي حصل عليه، الحاله في الايكوليبريم، الحاله في الايكوليبريم عامله ازاي. ماشي، الانيشال التركيز بتاعه دوت 2، التركيز بتاع دوت 2، شكلها احلى بس كده. تمام. وبالنسبه لدولت طبعا لسه في البدايه فما حصلش اي حاجه، تمام، 0 0. طيب اللي تشينج اللي حصل طبعا هنا عدد المولات 1 1 1 1 فكله ايه؟ هيبقى ايه؟ اكسات بس. طيب هنا سالب اكس، هنا سالب اكس، هنا موجب اكس، هنا موجب اكس. قلنا طبعا حكينا ليه موضوع السالب والموجب. تمام. بعد كده بقى نحسبهم. طيب انا معايا هو كان بادئ بكام وبعد كده حصل عليه تغير، تمام، الايكوليبريم هيبقى عباره عن جمعهم، فيبقى 2 ناقص اكس، وهنا 2 ناقص اكس، وهنا طبعا 0 واكس، هيبقى اكس واكس. حلو جدا. انا دلوقتي معايا ايه؟ نعتبر يعني ان احنا معانا التركيزات بتاعتهم في الحاله، في الحاله الايكوليبريم، واحنا معانا الكي سي. يبقى نقول كده ان الكي سي اصلا هو عباره عن ايه؟ نواتج على متفاعلات. يعني بمعنى اصح هيساوي ايه؟ تركيز التركيز بتاع دوت في التركيز بتاع دوت على التركيزات بتاع ديت، مرفوعه الاس للمولات، واحنا ما عندناش هنا اصلا مولات فمش هنرفع اس، فيبقى عباره عن ايه؟ اكس في اكس، وهنا 2 ناقص اكس في 2 ناقص اكس، هيدينا في الاخر كام؟ اكس تربيع، وهنا 2 ناقص اكس تربيع. تمام. ده الكي سي. طيب وهو اصلا بكام؟ يبقى تعالى كده ايه على جنب تاني، اكس تربيع 2 ناقص اكس تربيع. حلو جدا. طبعا يا جدعان كل الكلام دوت لسه شايفه من شويه، بس عشان ما تفتكروش ان انا جامد في الرياضه، ده ضايع خالص بصراحه. المهم نكمل. الكي سي بكام؟ الكي سي عندنا كان استنى بس اشوفه، الكي سي كان ب 156 من 100. تمام. بس احنا عندنا تربيعات، احنا عايزين نتخلص من التربيعات ديت، فنجيب ايه؟ الجذر التربيعي للطرفين. فهيبقى عندنا في الاخر الاكس على 2 ناقص اكس، اكس على 2 ناقص اكس هيساوي كام؟ جذر 156 من 100 هيطلع معانا بالتقريب 1.25. حلو جدا. طيب بعد كده نقوم ايه؟ طرفين في وسطين، هيطلع معانا ان الاكس هتساوي 1.25 في 2 يعني 2.5، و سالب اكس في 1.25 يبقى سالب 1.25 اكس. حلو جدا. عندنا هنا اكس وواحد وربع اكس، نودي دوت هناك بعكس الاشاره، فيبقى عندنا ايه؟ طبعا سالب هتروح هناك موجب، فيبقى 2 و 2.25 2.25 اكس هيساوي كام؟ 2.5 على 2.25 على 2.25، فيطلع معانا في الاخر كام؟ الاكس هتساوي 2.5 على 2.25، 2.5 على 2.25، 1.11 من 100. تمام. طبعا دوت عباره عن ايه؟ عن التركيزات. فادينا حسبنا التركيز بتاع دوت والتركيز بتاع دوت، و2 ناقص 1 و11 ونفس الكلام هنا، وبكده حسبنا التركيزات. تعالى بقى نحسبها. هيبقى هنا دوت التركيز بتاع ال H2 1 و11 مولر، 1 و11
مولر، اتنين ناقص اتنين ناقص واحد وحداشر، اتنين ناقص هيدينا تسعة وتمانين، تسعة وتمانين من مية، وهي نفس الكلام تسعة وتمانين من مية مولر. وبكده ايه ده النوع التاني من المسائل عندنا، ده كده النوع التاني من المسائل. النوع التالت زي ما انتم طبعا شايفين في الصورة بيقول لك detect direction of reaction، حدد اتجاه التفاعل بتاعنا. بيقول لك what is the Q value، قيمة ال Q for this equation، which direction will the reaction shift. ماشي، واي اتجاه التفاعل هيمشي ناحيته، هيعمل شيفت ليه. تمام، يبقى اول حاجه هو عايز الكيو، وقول لي التفاعل بقى بعد ما انت عرفت قيمه الكيو هيروح فين. بيقول لك ايه، اول حاجه احنا عندنا المعطيات، ان بيقول لك سي او جاز زائد اتش 2 او جاز هيدينا سي او 2 جاز زائد اتش 2 جاز، ومدينا ايه التركيزات بتاعه الحاجات دي كده كلها. تمام، نيجي كده بس الاول، بعد ما احنا عرفنا الكلام دوت هو مدينا ايه كمان، ايه الكي سي. تمام، هو مدينا الكي سي بواحد، يبقى هو هنا بمعنى اصح عايزنا نقارن ما بين الكي سي والكيو سي، او بمعنى اصح عايزنا نقارن ما بين الكي سي والناتج اللي هيطلع لنا. الناتج اللي هيطلع لنا دوت، او اللي احنا هنحسبه تمام الايكوليبريم بتاعنا اللي هيطلع دوت، هيبقى عبارة عن احنا مش هنبقى عارفين هو كوشنت ولا كي سي ولا ايكوليبريم كونستانت، فاحنا هنحسب ونشوف لو طلع مساوي للرقم دوت يبقى ساعتها احنا في حالة ايه التفاعل دوت، في حالة الايكوليبريم، والناتج اللي هيطلع معانا هيبقى عبارة عن ايه، عبارة عن كي سي. تمام، بسم الله. اول حاجة هنقوم حاسبين التركيزات بتاع كل حاجة. اول حاجة التركيز بتاع سي او 2 هو عبارة عن 2، تمام، هيبقى عبارة عن 2 في ال H2 2 برضو على 1 و1، هيبقى واحد بس. تمام، فالمهم ان الناتج معانا هيطلع في الاخر كام، 4. ده قيمة ايه ال QC. هل احنا دلوقتي كده في حالة الإيكوليبريم؟ لا، وطلع معانا ايه، ان ال KC اصغر من ال QC. فاكرين ساعة ما كنا بنشرح من شوية قلنا اول ما نلاقي ان ال KC كبيرة ده معناها ان احنا عدينا حالة الإيكوليبريم، البرودكت زاد، حصل ديستربنس للتفاعل والبرودكت زادت. تمام، فده معناه ان احنا هنمشي ريفرسبل عشان ايه نرجع التفاعل تاني ايه لطبيعته. حلو جدا. تمام، هو دوت يعتبر برضو نوع من الانواع، وفي برضو ايه يعني مساله تانيه عن الموضوع دوت، ففي ان شاء الله اصلا فيديو هيتعمل للموضوع دوت. فالمهم ان احنا ايه وضحنا في نفس الفيديو دوت تمام بتاع الشرح المسائل، عشان ما حدش بس يكون تايه في الموضوع يعني وكده. فالحمد لله كده خلاص خلصنا اخر محاضره في الشابتر دوت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.